تحت رعاية سفارة الفاتيكان في الأردن وبتنظيم من الشباب العراقيين، رعى المونسنيور ماورو لالي إطلاق فعاليات مهرجان معا نحو السلام على مسرح بيت الفحيص. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. تحت رعاية المونسنيور ماورو لالي القائم بأعمال سفارة الفاتيكان في الأردن، انطلقت على مسرح بيت الفحيص فعاليات مهرجان معا نحو السلام الذي قدمه مجموعة من الشباب والشابات العراقيين المقيمين في بلدة الفحيص. فيك الخصام وأنت الخاصم والحكم، قعدنا وتواسينا والدمعة بعيونها وتقول وتغني دللول. حضر المهرجان الذي يعبر عن صرخة الشباب العراقي المهاجر المفتقد للسلام النائب الأسقف العام للروم الملكيين الكاثوليك الأب الدكتور بسام شحاتيت والأرشمندريت بورس حداد راعي كنيسة الفحيص وجمع من الآباء الكهنة، وبحضور السفيرة العراقية في الأردن صفية طالب السهيل ورئيس بلدية الفحيص المهندس جمال حتر والمدير الإقليمي لفضائية النورسات الدكتورة باسمة السمعان وحشد كبير من الحضور. وابتدأ المهرجان باستقبال شعلة السلام لإهدائها إلى العالم أجمع. كما قدم الشباب عروضاً فنية تدعو إلى السلام ونبذ الحرب والتهجير من الأوطان من خلال مشهد المونودراما موطني الذي قدمه الفنان العراقي هديل كوزا الذي أوضح الحالة العامة للشعب العراقي والشعوب المظلومة بطريقة بناءة وهادفة. وتضمن المهرجان الذي قدم بتنسيق مع كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك في الفحيص عروضاً فنية إبداعية ونشيد أسقي سلاماً أراضينا ومسرحية معاً نحو السلام وترتيل باللغة الآرامية، إضافة إلى فقرات ممتعة نقلت الحضور إلى أجواء روحية جميلة. أخذت العراق وياي وحطيته بالجنطة وما كفت الجنطة، طالعة منها منارة وعثق نخلة وشعلة من عيون نفطة فرع نوصل. وألقى كل من الأب الأرشمندريت بورس حداد والسفيرة العراقية صفية سهيل والفنان العراقي هديل كوزا كلمات أشادوا فيها بهذا العمل الفني الكبير، مقدمين شكرهم للدولة الأردنية ممثلة بجلالة الملك عبد الله الثاني وللشعب الأردني على استضافتهم للأشقاء العراقيين على أرض المملكة، كما قدموا شكرهم لفضائية نورسات ولكل من ساهم بدعم هذا العمل والمشاركة بتقديمه. وكان الرب داعما ومدبرا رغم ضيق الإمكانيات، وقد أطلقنا حملات داخل وخارج مدينة الفحيص، استعنا بأصدقاء ومعارف
ساهموا ودعموا بقدر إمكانياتهم، واستمر الدعم إلى هذا اليوم على يد الذين يؤمنون بالحياة ويؤمنون بالأخوة ويؤمنون بالمواطنة الصالحة. الرسالة التي قدمتها اليوم لم تكن فقط تقليدية بما دائماً نقدمه بضرورة هذا الجمع، إنما أعطيت رسالة عن المرأة والسلام، وحقيقة أهنيك بأنها كانت رسالة قوية بأن المرأة هي ليست فقط نصف المجتمع، إنما هي أيضاً الجزء الآخر من المجتمع الذي يصنع سلاماً داخلياً وسلاماً أممياً وسلاماً عالمياً. معاً نحو السلام، من منبع هذه الكلمات جاءت الفكرة لإقامة هذا العمل الثقافي الفني، آملين من خلاله أن يفوح عطر السلام في العالم أجمع، وأن ترقص دقات جميع القلوب على أنغام المحبة، لنتمتع في العيش المشترك على خطى المبادئ الإنسانية الحقيقية، وزرع في أعماق كل الناس وخاصة الشباب روح المثابرة والإصرار لرفع مستوى الثقة بالنفس، لتحقيق الأهداف والتغلب على اليأس والاجتهاد الدائم للوصول إلى قمم الحياة.